لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، ميسان تحرك احتجاجات الكهرباء في الجنوب بعد ليلة مظلمة. في موقع الهيئة نت، بدوافع طائفية القوات الحكومية تعتقل 11 مواطنا في الموصل. في صحيفة الزمان، تظاهرات في العمارة واحتجاجات غاضبة لأهالي الأمين الثانية ببغداد. في موقع عربي 21، نصر الحريري رئيسا للائتلاف السوري المعارض خلفا للعبدة. في صحيفة العربية الجديد، بايدن ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا. في القدس العربي، بعد 5 محاولات مجلس الأمن يقر إدخال مساعدات لسوريا عبر معبر تركي واحد. وفي الجارديان، ترامب منافق بشأن الصين ويستغل انتهاكها لحقوق الإنسان. السلام عليكم. خلاف على المناصب والصفقات المشبوهة وسرقة الأموال والثروات واتفاق على خدمة المحتل وشرعنة مخطط لتدمير العراق دولة ومجتمعا، هذا هو فحوى الصراع ومضمونه بين متزاعمي الطوائف والكتل والميليشيات المسلحة من جهة، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وأتباعه ومريديه من جهة أخرى، وأي ادعاء غير ذلك حول بطولات الحكومة الجديدة وتوجهات رئيسها لاستعادة هيبة الدولة وحل الميليشيات وحصر السلاح بيدها أو تلبية مطالب الثوار ليس سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة. فهؤلاء الأشرار لم يجر اختيارهم من قبل المحتل لبناء العراق الجديد كما ادعى المحتلون، وإنما تم انتقاؤهم بدقة لتنفيذ مشروع الاحتلال التدميري. مقال الكاتب عون القلمشي في مجلة الجاردينيا. هذا السقوط السياسي والأخلاقي والاجتماعي لهؤلاء الأشرار ولد قناعة راسخة لدى عموم العراقيين بأن الصراع الجاري بين رئيس الحكومة والميليشيات المسلحة هو صراع كاذب ومخادع، أو على الأقل لا علاقة له بمصالح العراق والعراقيين، بل تأكد لديهم بما لا يدع مجالاً للشك بأن هؤلاء الأشرار لا شاغل لهم سوى الاستحواذ على السلطة والتمسك بها وسرقة أكبر قدر من المال العام، حيث أن أتباع الحكومة ومرتزقتها فقدوا القدرة على الدفاع عنها وعن عمليتها السياسية وعلى تسويق رموزها كشخصيات وطنية حريصة على العراق وأهله، الأمر الذي أدخل هذه العملية السياسية وأطرافها في مأزق خانق، ما دعا رعاتها الأمريكيين والإيرانيين للبحث عن مخرج ينقذهم من ورطتهم، خاصة وأن الثورة العراقية التي تسعى جاهدة لإسقاط العملية السياسية برمتها قد استفادت من هذا المأزق وخرجت بمكاسب كبيرة عززت مسيرتها نحو الانتصار النهائي، حيث منحتها مشروعية أكبر وضاعفت من قوتها لتصبح أمراً واقعاً يصعب على هؤلاء الأشرار القضاء عليه، سواء بقوة السلاح أو عبر تشويه سمعتها أو الالتفاف عليها أو خداعها بأنصاف الحلول. ويضيف الكاتب، وفق هذا السياق لا أستبعد إطلاق النجاح المحتل في توحيد سكان المنطقة الخضراء والاكتفاء بما سرقوه من المال العام، لكننا لا نستبعد أيضا قدرة الثورة على التعامل مع أي مستجد وفي أي وقت، حيث لم يعد سرا بأن الثوار قد استعدوا لهذه الحالة المرتقبة باختيار أساليب مواجهة جديدة من قبيل إعادة تموضعها ومراجعة أساليب عملها والاهتمام بتصعيد نشاطاتها التي تراجعت جراء وباء كورونا القاتل، خاصة النشاط الإعلامي لدحض كل الافتراءات حول الادعاءات الكاذبة التي تبشر بنهاية الثورة وإفشال المحاولات الأخرى التي تشيع بأن الثوار أصبحوا من أنصار مصطفى الكاظمي أو قبلوا بالمشاركة في العملية السياسية عبر مجلس مشترك بين الكاظمي وشباب من الثورة.
يتساءل كثيرون عن معنى فصائل المقاومة في البلاد تقاوم من؟ إن أرادت مقاومة المحتل الإسرائيلي لماذا لا تذهب إلى هناك لإيقاف إقامة مستوطنات جديدة ولدعم مشردي الشعب الفلسطيني الشقيق؟ لماذا لا تقاوم العدوان الإيراني المتواصل الذي وصلت قنابله إلى أطراف مركز قضاء كوسنجاق في محافظة أربيل في وقت تأهلت فيه القوات المسلحة العراقية بأصنافها وبدعم تحالف دولي عريض يستطيع الفتك بداعش كلما حاولت أن ترفع رأسها؟ عن دولة الميليشيات في العراق كتب مهند البراك في صحيفة المدى. قوات التحالف الدولي جاءت بطلبات وعبر وساطات ورجاءات لحكومات التحاصص لإنقاذ البلاد من داعش الإجرامية، سواء من قبل حكومة المالكي أو العبادي ووفق اتفاقات وعقود مبرمة، متناسية فصائل المقاومة بأن أسيادها جاءوا واستلموا الحكم بتوقيعهم أنواع التعهدات للاحتلال الأمريكي بموافقات أرجنتينية إثر إسقاطه صدام. فعن أي مبادئ وعن أي مثل قرآنية تتحدث؟ في وقت أدى فيه نهب وعنف وتسيد تلك الفصائل التي تحاول التستر بستار الحشد إلى إفقار شعبنا بعربه وكرده وكل أطيافه، وتسبب بتشريد العراقيين ذاتهم عن ديارهم وفي عجز الدولة عن تأمين حتى رواتب واستحقاقات موظفيها في زمن انهيار أسعار النفط والانهيار المتواصل للطلب عليه بعد أن حولت العراق الشامخ إلى دولة ريعية محطمة الزراعة والصناعة والتجارة وبلا احتياطي طوارئ، بل واستولت الفصائل تلك حتى على الأموال الفلكية لمنافذه الحدودية، بل وتسببت بعجز الدولة عن مكافحة وباء كورونا الذي يغزو العالم حين عملت منذ بداية غزو الوباء على عدم أخذه بالجدية اللازمة لحماية البلاد بدعوى عدم المس بقدسية المراقد المحفوظة بقدرة القدير وعدم المس بطهارة زوارها وطهارة منتجاتها المرسلة في وقت شملت فيه إجراءات العزل بسبب كورونا المسجد الحرام وكعبة حجاج بيت الله. فأبقت الحدود الشرقية للبلاد مفتوحة في وقت مهدد شكلت حينه الجارة إيران بؤرة خطيرة للوباء، رغم استغاثات وصيحات الشعب والمسؤولين الإداريين وتنبيههم إلى الخطورة الهائلة لذلك الموقف المتعمد. يحاولون إبقاء شبكة طرق طهران بغداد بيروت مفتوحة كعصب للهلال الطائفي ولأهداف لا يعلن عنها، بلا مبالاة بحياة ومصائر عشرات ملايين العراقيين التي وصلت حدوداً قاسية في مواجهة الوباء بعدم التصدي له في البداية. أم هو بسبب الخوف على التحاصص المافيوي الذي تدره عليها المنافذ الحدودية التي تبلغ إيراداتها سنوياً أكثر من 8 مليارات دولار بحسب اقتصاديين متخصصين وإداريين مشهود لهم بالمعرفة والخبرة؟ يتابع المهتمون بشأن العراقي التطورات الميدانية التي تجري على الساحة العراقية والآفاق المستقبلية لأوضاع البلاد والرؤية الميدانية الحقيقية لما ستؤول إليه محاولات الخداع في العلاقة بين حكومة بغداد وأبناء الشعب العراقي في خضم العديد من الالتزامات التي صرح بها مصطفى الكاظمي والوعود التي قدمها. مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. على الحكومة وبجميع تشكيلاتها أن تستمع إلى الأصوات الحرة والمطالبات الشعبية والدعوات الجماهيرية التي أطلقها ثوار وأبناء ثورة تشرين المجيدة، والنظر إلى احتياجات الشعب عبر العديد من الإجراءات والمعالجات التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع السياسية في العراق واحترام حقوق المواطن وتعزيز حرية الرأي الفكري والكفاحي لأهداف الشعب، والاقتصاص من الجهات التي ساهمت في سفك الدماء الزكية في ساحات وميادين الثورة وإحالتهم للمحاكم وإيقاف عمليات الاغتيال السياسي والمتابعات والملاحقات الأمنية وحالات التغيب القسري للأفراد والجماعات والناشطين السياسيين وأبناء الثورة واستلهام المعاني السامية لثورة تشرين المباركة التي حددت المسارات الصحيحة للحياة السياسية في العراق برفضها للتبعية ودعوتها للاستقلال الوطني والسيادة الكاملة بعيداً عن المصالح والمنافع الإقليمية والدولية وأهدافها في سياسة التخادم التي تحدد مساحة النفوذ على الأرض بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني،
ووضع ملامح حقيقية لكيفية التعامل مع الأزمات ووضع المعالجات الدقيقة لها في برنامج شامل جماهيري يعبر عن صدق الانتماء والتمسك بالأهداف الوطنية وتعزيز صلابة الموقف الجماهيري والشعبي لأبناء الوطن. تبقى الرؤية الصائبة لكيفية التعامل مع الأحداث والأزمات هي التي تأخذ صفة القرارات الحاسمة والإجراءات الصائبة والوسائل النفعية التي تتصدر قرارات أي حكومة لديها القدرة على التفاعل مع شعبها وتحقيق الحياة الحرة الكريمة له وتحديد الأطر العميقة لمستقبل أجيالها بما يشكل مناخا سياسيا فعالا ومجتمعا متجانسا بعيدا عن الأهواء والمغالاة وصور الطائفية السياسية المقيتة وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعتبر فرنسا من أهم الفواعل الدولية في المشهد الليبي منذ ثورة 16 من فبراير شباط 2011 ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي لما لها من نفوذ، وهي التي قادت عمليات التدخل التي شنها حلف شمال الأطلسي الناتو لإسقاط القذافي، وبعد أقل من شهر تقريبا على قيام الثورة الليبية ومع تمدد الدور الفرنسي خلال السنوات التسع الماضية إلى درجة تعارض هذا الدور مع دول أعضاء في حلف الناتو مثل إيطاليا وتركيا. حول خريطة الأهداف الاستراتيجية للسياسة الفرنسية في القضية الليبية كتب عصام عبد الشافي في موقع عربي 21: من أهداف التدخل العسكري المباشر للناتو في ليبيا بقيادة فرنسا وقف التمدد الاقتصادي الصيني في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، ويرتبط بهذا الهدف تأمين فرنسا لقواعدها العسكرية في منطقة الساحل والصحراء، حيث توجد لها في دول جوار ليبيا ثلاث قواعد عسكرية في تشاد من بينها إنجامينا، وقاعدتان في النيجر مادما ونيامي، وقاعدتان في مالي غاو في الشمال وتيساليت في الجنوب، بجانب قاعدة للقوات الخاصة الفرنسية في بوركينا فاسو تضم نحو 4000 جندي فرنسي وعشرات الطائرات والمدرعات. وتأتي أهمية هذه القواعد في الحفاظ على الدور والنفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية على خلفية استعمارها التاريخي لمعظم دول القارة وعملها على استمرار استغلال ثروات هذه الدول ومقدراتها والتحكم في نظمها السياسية. ومن بين الأهداف الأمنية والعسكرية أيضاً للسياسة الفرنسية في ليبيا دعم التدخل العسكري الفرنسي المباشر في مالي كما حدث في عام 2013، وما تعتبره فرنسا حقاً لها في دور فاعل في ليبيا استناداً إلى قيادتها لعمليات حلف الناتو في عام 2011 وتريد الحصول على ثمن دورها في إسقاط القذافي. العمل على تولي دور قيادي في السياسة الخارجية الأوروبية استناداً إلى خبراتها الاستعمارية في شمال إفريقيا. في إطار هذه الخريطة من المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية والاستراتيجية، يمكن القول إن من الصعوبة بمكان أن تتراجع فرنسا في ليبيا حتى لو دفعها ذلك إلى التنسيق مع روسيا الاتحادية على حساب علاقتها بحلفائها في حلف الناتو، إلا إذا كان للولايات المتحدة رأي آخر من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها داخل منظومة الناتو في مواجهة التهديد الروسي المتنامي في شرق المتوسط وجنوبه. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا للكاتب إيشان ثاور تحت عنوان الوباء وفجر القرن الآسيوي، قال فيه إن الكارثة المتدحرجة الحالية التي هي نتاج طريقة معالجة الولايات المتحدة لفيروس كورونا، فالاستقطاب السياسي يعني أن الأمريكيين لم يوافقوا على اتباع توجيهات الصحة العامة البسيطة، كما أنهم لم يتبعوا بشكل جماعي قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها دول أخرى. قد تكون معاناتها علامة لنقطة انعطاف تاريخية، اللحظة التي اضطرت فيها القوة العظمى البارزة في العالم إلى التخلي وهي في صدارتها عن رؤية معينة، في حين قادت دول أخرى خصوصاً بعض القوى الصاعدة في آسيا الطريق. كشف كوفيد-19 عن تحول أعظم الديمقراطيات إلى ضحايا نتيجة فترة طويلة من الضرر الذاتي، في إشارة إلى أن نظام الرعاية الصحية الأمريكي باهظ التكلفة وما حدث من إضعاف وتفريغ للخدمات الاجتماعية في بريطانيا.
وثبت أيضاً أن الدول ذات القدرات الحكومية القوية كانت أكثر نجاحاً في القضاء على انتشار الفيروس، وبدت مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية. وقاد ضعف القدرات بعض المحللين الذين تنبأوا مبكراً للقول إن ردة فعل أمريكا وبريطانيا تعود بجذورها إلى فترة ما بعد الحرب الباردة. وكما كتب إدوارد لوس في صحيفة فاينانشال تايمز، يمكن إرجاع ردود أمريكا وبريطانيا الضعيفة على كوفيد-19 إلى تهنئة النفس بعد الحرب الباردة، وهو الاعتقاد بأنه لا يوجد الكثير مما يمكن تعلمه من بقية العالم. وأضاف أنه في بضعة أشهر قصيرة كشف الميكروب عن الغطرسة الأنجلو-أمريكية. وبدلاً من تحفيز الزعيم الأمريكي العالم على جبهة موحدة وقيادة جهد عالمي، فقد قوض المؤسسات الدولية وحمل فشله على الأعداء الأجانب وألقى باللوم على الخصوم المحليين في الأزمة. وأضاف إيشان إن إخفاقات أمريكا والتي أدت إلى إخفاقات بريطانيا أصبحت أكثر صرامة بسبب النجاحات في أماكن أخرى، فقد قامت كوريا الجنوبية بإجراء الاختبارات وتتبع المصابين، وهو ما فشلت بريطانيا بإتقانه إلا بعد أشهر من الجهد. نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً بشأن الخلاف التركي الفرنسي المتصاعد، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب والملفات العالقة بينهما. وقال الموقع في تقريره إن المراقبين كانوا وقبل أعوام يتحدثون عن العلاقات التركية الفرنسية كنموذج للتعاون، ولكن اليوم يقوم المسؤولون الفرنسيون البارزون بنشر تصريحات يومية يجبون بها التحركات التركية في شرق المتوسط وليبيا، ناقلاً عن مسؤول تركي إن فرنسا لا تريد أن تمسك بزمام الأمور. أشار الموقع إلى أنه وفي الوقت الذي يتساءل فيه المسؤولون الأتراك عن نوبات الغضب الفرنسية التي تثير الضحك أحياناً، لكنهم يصورون ذلك بأنه نابع من تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط وليبيا، ويرون أن تصرفات باريس تشبه تصرفات من فقد لعبته، وفي هذه الحالة التأثير. وأضاف أنه على الرغم من أن الغضب الفرنسي الواضح أدى إلى انقطاع النقاش بين البلدين، لكن جذوره ليست مرتبطة بليبيا فحسب، بل وبالتحركات التركية في سوريا، خاصة بعد الحملة التي قادتها أنقرة ضد قوات سوريا الديمقراطية الميليشيا التي تدعمها الولايات المتحدة وتصنفها تركيا بكيان إرهابي. ولفت إلى أن باريس المستعمر السابق لسوريا احتجت وبشدة إلى جانب الحلفاء الغربيين على العملية التركية، خاصة أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وسلفه استقبلوا قادة الوحدات الكردية المسلحة وصوروهم كأبطال في المعركة ضد تنظيم الدولة. ونقل الموقع عن تشارلز ثيبو الدبلوماسي الفرنسي والزميل الزائر بمعهد واشنطن أن التطورات التي جعلت فرنسا غاضبة هي تحركات تركيا في سوريا، وقال إن باريس تعتقد أن الدبلوماسية الهادئة بين 2017 و2020 لم تنجح، مضيفاً أن أنقرة رفضت محاولات فرنسا لإقناعها بتغيير مسارها من العلاقة مع قوات الحماية الكردية وشراء منظومة S-400 الروسية وخططها للتنقيب عن الغاز قرب قبرص. وبشأن العلاقة بين أنقرة وموسكو التي اتسمت بالقوة في السنوات الماضية، أشار الموقع إلى أن الفرنسيين باتوا يشجعون روسيا للعب دور كبير في ليبيا ودعم حليفهم حفتر. ونقل الموقع عن مسؤول تركي آخر إن فرنسا ساعدت على دخول روسيا إلى البحر المتوسط، وهو مثير للقلق، وأصبحت فرنسا مسهلة لروسيا رغم كونها تهديدا للناتو، ما قد يحطم الحلف في المستقبل. وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة طبية للمرة الأولى في مكان عام خلال زيارته مركزاً طبياً مذعناً للضغوط كي يكون مثالاً في مجال الصحة العامة. وتأتي خطوة ترامب مع تسارع وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة. وسار ترامب داخل أروقة مستشفى ووتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.